In Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Summit 2019, we are meeting different scholars, mashallah, different dignitaries, and we have our Shaykh Dr. Abdul-Hayy Yusuf from Sudan, one of the very senior scholars in Sudan, and we would like to listen to his advice for Muslims in Europe. نصيحتك للمسلمين في أوروبا دقيقتين من كثرة ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم السلام عليكم ورحمة الله. نصيحتي لإخواني وأخواتي المسلمين في أوروبا أقول لهم كما قال ربنا جل جلاله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أقول لهم وجودكم في أوروبا ينبغي أن تحولوه إلى نعمة من نعم الله بأنكم حريصون على أن ترغبوا الناس في دينكم باستقامة سلوككم وحسن أخلاقكم وسعيكم في نفع الناس وبذل الخير لهم مثل ما كان الصحابة الكرام عليهم من الله رضوان لما ذهبوا إلى أرض الحبشة التي سموها أرض الوحشة والغربة فأنتم بحسن سلوككم إن شاء الله واستقامة أموركم ومشاركتكم للناس تكونون سببا في الدعوة إلى الإسلام بحالكم قبل مقالكم وكما كان الصحابة عليهم من الله الرضوان أسأل الله أن يستعملنا جميعا في طاعته جزاك الله خير أكرمكم الله سيدنا بارك الله أحسن سلام.